مرحباً. الفيديو باللغة العربية وهو تحديث جديد عن الكوفيد-19 ومعلومات جديدة عن اللقاح. التاريخ هو 26 من يونيو 2022. مرحباً، واسمي هديل وأنا أعمل في منظمة ريستورين ديجنيتي بتوفير آخر الأخبار والمعلومات إليكم. هنالك إعلانات مهمة جدا تتعلق بالأطفال ولقاح الكوفيد-19 الذي سنتحدث عنه في هذا الفيديو. كافة المعلومات مصدرها هو دائرة الصحة بمقاطعة دوغلاس كاونتي ومركز السيطرة على الأمراض والأوبئة CDCA، المعلومات موثوق منها. السؤال الأول: متى سيكون بإمكان أطفالي الصغار تلقي لقاح الكوفيد-19؟ إننا بغاية السرور لنعلن إليكم بأن إدارة الغذاء والدواء FDA ومعها مركز الوقاية من الأمراض والأوبئة CDC قد وافقتا قبل بضعة أيام على لقاح الكوفيد لشركتي فايزر وموديرنا للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات. فبعد أشهر من الدراسة التي أجريت على الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأطفال، تم التوصل على أن اللقاح آمن وفعال بالنسبة للأطفال، وأصبح للأطفال تلقي اللقاح بجرعة أقل من الجرعة التي يتلقاها البالغين، حيث أن جرعة الأطفال بالنسبة لمودرنا هي ربع كمية الجرعة التي يتلقاها البالغون وواحد من عشرة من لقاح الفايزر. بالنسبة للقاح الفايزر فإن على الأطفال تلقي 3 جرع من اللقاح، وتكون الفترة بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية هي 3 أسابيع، أما الجرعة الثالثة فتكون بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية. أما بالنسبة للقاح موديرنا فإن على الأطفال تلقي جرعتين فقط من اللقاح تفصل بينهما فترة 4 أسابيع. وباشرت دائرة الصحة في مقاطعة دوغلاس كاونتي بتلقيح الأطفال، وكمية كبيرة من الأطفال بدأوا بأخذ هذا اللقاح، وإن اللقاحات هي مجانية طبعا 100%، كما ويمكن أن تتصلوا بطبيب الأطفال الذي يراجعه طفلكم وتحديد موعد للقاح ضد الكوفيد-19، أو ممكن أن يأخذ الطفل اللقاح في أحد مواعيده الطبية. السؤال الثاني: هل من الضروري أن أقوم بتلقيح أطفالي؟ نعم، فإن مركز الوقاية من الأمراض والأوبئة CDC قام بدراسة حالات لأطفال أصيبوا بالكوفيد-19، وإن إصابات الأطفال قد تكون شديدة وتؤدي إلى الرقاد بالمستشفى والوفاة أو الالتهابات المزمنة التي اسمها MIS-C، وهي التهابات مزمنة، أو المضاعفات الطويلة الأمد مثل الكوفيد المزمن التي تستمر فيها الأعراض لأشهر طويلة. في الوقت الذي تفشى فيه الفيروس المتحور دلتا بنهاية شهر حزيران يونيو وحتى منتصف شهر آب أو أغسطس من العام الماضي، كانت نسبة الرقاد في المستشفيات لفئة الأطفال واليافعين من الشباب قد ازدادت بنسبة 5 أضعاف. لهذا يمكن للقاح أن يقي الأطفال من الإصابة بالكوفيد-19، كما وإنه يمكن أن يحول دون نقل الأطفال للفيروس إلى أفراد العائلة الأكبر منهم سناً والذين يمكن أن يمرضوا بشدة أو أن يرقدوا في المستشفيات أو لا سمح الله أن يتوفوا. بمعنى أن حتى لو طفلك أخذ الفيروس الكوفيد أو أصيب بالكوفيد-19 بأعراض خفيفة، إلا أنه ممكن أن ينقل المرض إلى الأشخاص الأكبر منه سنا في البيت، والناس الأكبر منهم سنا سوف يتعرضون إلى أعراض قوية يمكن أن يرقدوا خلالها بالمستشفى أو أن يتوفوا لا سمح الله. فالأفضل أن نقوم بتلقيح كافة أفراد المنزل بما فيهم الأطفال الصغيرين بعمر 6 أشهر وأكبر. السؤال الثالث:
هل إن اللقاح آمن بالنسبة لأطفالي؟ نعم، إن لقاحي الفايزر والموديرنا آمنين جداً للأطفال، وإن CDC والـ FDA لم تكونا توافقان على لقاح الفايزر والموديرنا ما لم يكونا آمنان تماماً. إن الأطفال هم مستقبل وطننا ومستقبل العالم، وقد تمت الموافقة على لقاحي الفايزر والموديرنا لأنهما آمنين 100%. عندما قام الباحثون بدراسة اللقاح في مئات الآلاف من الأطفال، وجدوا بأنه آمن وأن الأعراض الجانبية له هي طفيفة جدا وتشابه الأعراض الجانبية عند لقاح البالغين، بل هي أقل كثيرا من أعراض البالغين. السؤال الرابع، سمعت بأنه بالإمكان أن يتلقى بعض الناس جرعة التقوية، فهل هذا صحيح؟ نعم، إن مركز الحماية من الأمراض والأوبئة CDC يشجع وينصح الأطفال بعمر 5 أطفال إلى 11 عام أن يتلقوا جرعة التقوية بعد 5 أشهر من الجرعة الثانية من لقاح فايزر. فمنذ بداية تفشي جائحة الكوفيد-19 كان أكثر من 4.8 مليون طفل، حوالي 5 ملايين طفل بالأعمار من 5 إلى 11 عاما كانوا قد أصيبوا بالكوفيد، وإن 150 ألف طفل منهم قد رقدوا بالمستشفيات. 150 ألف طفل، ولبالغ الأسف توفي أكثر من 180 طفلا منهم بالكوفيد. ومع تزايد الحالات في عموم البلد، فإن جرعة التقوية للقاح سيكون لها أبلغ الأثر في تعزيز المناعة والوقاية من المرض الشديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن CDC يحث كافة الأشخاص من عمر 12 عاما فما فوق ممن لديهم حالات أو أمراض تجعلهم من مناعتهم قليلة، أو الأشخاص ممن هم بعمر 50 عاما فما فوق، حتى لو كانوا بعمر 50 عاما فما فوق هم أصحاء ولا يعانون من أي شيء، مجرد عمرهم 50 عام فما فوق، أن يتلقوا جرعة التقوية الثانية. جرعة التقوية الثانية أي اللقاح الرابع بعد فترة لا تقل عن 4 أشهر من جرعة التقوية الأولى أي اللقاح الثالث، أي ينصح بأخذ اللقاح الرابع بعد حوالي 4 إلى 6 أشهر من البوستر الثالث. خلال الشهر الماضي تزايدت الحالات بشكل مضطرد ومستمر، مع زيادة كبيرة وحادة في عدد الحالات التي أدخلت للرقاد في المستشفيات الكبار من الأمريكان. لذلك فإن جرعة التقوية الثانية ستوفر الحماية وتحول دون الحالات الشديدة للمرض ودخول المستشفى والوفيات. أدناه بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة بحالات الكوفيد-19 بمدينة أوماها وضواحيها. أولاً، عدد الحالات التي كانت نتائج الفحص لها إيجابية لغاية يوم الأربعاء المصادف الموافق 22 من حزيران أي يونيو 2022 هي 155,965 شخص، حوالي 156,000 شخص. عدد الحالات الجديدة في هذا الأسبوع هي 1,071 شخص كانت نتائج فحوصهم إيجابية، وبالمقارنة مع الأسبوع الماضي فإن الحالات الإيجابية في هذا الأسبوع يزيد عن الأسبوع الماضي ب 68 حالة. عدد الوفيات هو 1,134 شخص توفى بنتيجة الكوفيد-19. عدد الأشخاص الراقدين في المستشفيات الآن وبسبب الإصابات الشديدة من الكوفيد-19 هو 92 شخص يرقد في المستشفيات أوماها الآن من جراء الكوفيد-19، وبضمنهم 3 أطفال، أي 3 أطفال وحوالي 90 شخص من الكبار يرقدون الآن في مستشفيات أوماها بجراء مرض الكوفيد-19. لهذا ننصح بأخذ اللقاح لجميع أفراد العائلة.
شكرا على مشاهدة الفيديو، يرجى وضع علامة الإعجاب بصفحتنا ومتابعتها لمشاهدة المزيد من فيديوهات التحديث الخاصة بالكوفيد 19، وإننا نقوم بنشر فيديوهات كلما كان هنالك مستجدات هامة وتسترعي الانتباه، وشكرا.